Mesdames et Messieurs les journalistes, اللي يعرف هذا العام بدايته اليوم اللي طبعته 17 اللي حتكون حتى 18 فيفري. شعار هذا الطبعة هو الدخول الوصول الى اسواق عفوا، وكل برنامج سوف يكون حول هذا الشعار. في هذه الطبعة حضور 150 عارض من مخابر صيدلانية خاصة محلية، بعض المعارض الأجنبية وبعض الشركات. المشاركين راه كاين صيدال بار اكزومبل هنايا، كاين بعض المخابر اللي داروا تاع المضادات للسرطان.